هيك مانيش عامله شيء، لازم ما تاذينيش، هيك بطلب من الله واللي رايده مقبول. وفي اليوم الثالث لاختفاء المواطن شارل غالب وزوجته مريم خضرة من بلدة الخير بالجبيلية، لم يطفو على سطح الحقيقة أي جديد، ولم تلحظ كاميرا الجديد التي تتابع القضية الغامضة أي خيوط قد تفضي إلى دليل عن مكانهما، ولم نجد سوى إجراءات اعتيادية لبعض رجال المباحث واكتظاظ منزل عائلة غالب بحشد من وسائل الأعلام، فضلا عن دموع الأبوين. بدي اقول له بدي نكحته يا عطرة، بدي اقول له اهلا وسهلا فيك. بدي ابني وبدي شيء، واليوم عيد مارلياس، باركي يشفى علينا ونشوف. ولابنك شو بتقولي؟ اشتقتي له ايه؟ الام ما بتشتاقش لابنها، هذا منو غنوج البيت بيقولولي، هذا صغير بالشباب وعندي بنت اصغر بالبنات. والدا شارل المصدومان يمضيان الوقت في سرد قصة اختفاء ولديهما لوسائل الاعلام، يدخلان غرفة نوم العروسين التي ما زالت على حالها كما تركت ليلة الاثنين، علما أن شارل ومريم غادراها بملابس النوم، فيما هاتفهما الخلويان بقيا في المنزل. جاء التنين من عشية، وصل مغشار وفاتين تيت عشو، جاوز دلان وانا عدتنيك، فاتوا عقودتون وعبنا فاتين مع المطبخ حد الأوضة انت يعني يتعشوا. هن عايشين دايما معكن؟ ايه كل يوم بيجوا لعنا، بس ايام مثلا سبت احد يطلعوا لعن بيت عمو، ما بيجوش لعنا. فاتوا على الاوضه ما عاد سمعنا حسن، يعني فيش ربع ساعه او 20 دقيقه. جاي ابن بنتي من النادي قال لي ستي وين خالي شهر؟ ايه طلعوا في اوضته. الراكب ورجع قال لي فيش حدا، قلت له كيف يا ستي فيش حدا؟ قال لي انا قال لك فيش حدا. فتح الباب وفات. ايه هو الباب مفتوح مش مسكر، بس انه فيش حدا يعني. حاسنا احنا على الاوضه فيش حدا، حاطه تليفوناتهم وشنطتها واغراضها جايبتهم بايدها، يعني لها هي شكل الاوضه كان كثير عادي. حاطه اغراضها على التخت، يعني منا شيء. قالت لي بنتي ماما وين نقعد؟ قلت له بيكون نزلوا على الهنجار، في هنجار بياخذ بيل وبينزل يصير يتفرج على 10 بالليل؟ قبل العشرة نتف... ايه بس هو بيروح يتفرج على البندورة زراعة. وسأعطينا خبر للأجهزة الأمنية وللدرك بلحفر وهذا كل شيء. جارنا شاف ناس بعيد عنا وبيته شي 200-300 متر، شاف ضو بالحق لنازل، جات البوليسية كلاب البوليسية مثل ما قال الزلمة، راحوا على اجر اللي قال عنا ونحن ما عادش عرفنا شيء. لحد هلا شو في شيء جديد؟ شو تبلغتوا شيء جديد؟ ما تبلغنا شيء بعد ما عرفوا شيء. اللي بعد ما جينا الشيء. طب هلا هلا طح الريكين راحوا بعد ما جابوا لكم شيء معلومات جديدة؟ لا لا بعد ما جابوا لنا الشيء. يسألونا هل بنت جايبينا خطيفة؟ يا عمي لا جايبينا خطيفة ولا شيء. هو عريس جديد؟ قالوا شهرين. قلت لنا عمي لو خطيفة منش قاعد عنده له ثلاث ايام. يعني بيت عمه يعني؟ ايه ما بيطلع سبت احد على بيت عمه. طيب عنده اعداء؟ عنده حدا مخانق معه؟ الحمد لله ما بقدرش بقول لك عنده حدا شهر. اول ما سالتنا قلت لهم طلعوا له سجله هالصبي عمره 38 سنه، في عليه شيء؟ قال ابدا، هاي كله نظيف وقبض. مريم وشارل لهم شهرين مجوزين، يعني كثير متفقين وكثير ما في شيء بيناتهم ولا اطيب من هيك، يعني بتقولي احلى عرسين مثل عصافير الحب. كثير بنت كويسه وعاقله، يعني ما عندها ابدا شيء، ما عندها ثواب، ما عندها شيء يعني تنشك بالموضوع انه من ميله مريم، لا ما عندها شيء ابدا. انا بتمنى من كل واحد بيقدر يعمل شيء يتصل فينا لو انه بس هيك يطمنونا.
شوي. لا بعد لهلا قد ايه ليومين مخطوف مريم وشار؟ بعد لهلا ما عرفنا شيء ولا عم بيجينا ولا خبر من الدوله انه معقول يكونوا طيبين ميتين شو. طب ما يوصلوا لنا شيء ما مش اكثر. حتى الساعة المعلومات الأمنية المعنية لم تؤكد ولم تنفي فرضية أن يكون العروسان قد خطفا من منزلهما، فيما اكتفت بالإشارة إلى أن التحقيق قائم لجلاء مصيرهما وأن المعطيات المتوافرة في حوزة المحققين ليست كافية لتأكيد أي فرضية. 72 ساعة مرت على عملية الاختفاء الغامضة. وبحسب معلومات أمنية فإن القضية ستحال إلى الشرطة القضائية بناء على إشارة القضاء المختص على أن يؤتى بداتا الاتصالات التي تلقاها كل من الزوجين في الساعات الأخيرة قبل اختفائهما، ويصار بعدها إلى الاستماع إلى إفادات المتصلين لتنوير التحقيق. من بلدة الخيربة في جرود جبيل، دارين دعبوس، قناة الجد.